زي مبنى النقابة الجديد الآن اللي بيتبني. سمعتوا كم واحد أنكر هذا المبنى؟ كم واحد قال إنه مفيش مبنى هيتبني ومفيش رخصة تمت؟ النهاردة الصرح بيقام، مخصصين منه 70% منه، 70% استثمار إداري واستثماري علشان نحقق عوائد المحامين، و30% علشان تكفي تماما لتحقيق الخدمات اللازمه للمحامين على الاقل خلال المرحله العشر سنين القادمه. ده امر، دي انجازات غير مسبوقه، وانجازات تمت بتحالف وباصطفاف المحامين. اوعوا تفتكروا ده انجاز سامع عاشور ولا مجلس النقابه العامه ولا حتى مجالس النقابات الفرعيه، ده موقف كل محامي مصر اللي اصطفت حوالين قراراتها وحوالين مصالحها وحوالين مالها لتحميه وتنتصر اليه وتنتصر بيه. دي الرساله اللي انا باكدها لحضراتكم. احنا مقبلين على مرحله جديده وعهد جديد. مش هنتخلى عن دورنا في الدفاع عن المحاماه والمحامين وكرامتهم، وهنفضل ماسكين الملف وهنفضل نواجه كل يوم مشكله. على فكره اوعى تفتكروا ان المشكلات هتنتهي، لكن كيف نواجه المشكله هي دي القضيه. كيف نصطف من اجل التصدي لها هي دي القضيه. ولذلك احنا نجحنا فيما نجحنا اليه، زي ما نجحنا في المحله، في واقعه المحله احنا نجحنا بذات المنطق اللي نجحنا فيه في حلوان، ووصلنا للي احنا عايزينه وخدنا حقنا برضه ثالث ومثلث زي ما بيقول المثل الشعبي، لان احنا قدرنا نقف بموقف منضبط وباصطفاف حقيقي.